وصول أكثر من 662 ألف حاج عبر موانئ المملكة. تنافس محموم بين المطورين قبل اختتام هاكاثون الحج. مقتل 25 عنصرا من الانقلابيين في معارك عنيفة غرب الجوف. السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة ونشرة مفصلة من القناة السعودية، أهلا بكم. وجه صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية باعتماد خطة تطوير مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية وتعديل مسمى المركز إلى مركز أبحاث الجريمة وجعل ارتباطه مباشرة بسموه، وذلك في إطار الاستراتيجية الشاملة لتطوير المركز وتحديث آليات عمله. وحول مركز أبحاث الجريمة الذي وجه سمو وزير الداخلية باعتماد خطة تطويره، أوضح اللواء منصور التركي المتحدث الأمني لوزارة الداخلية أن المركز يسعى إلى تحقيق وتطوير العديد من الأهداف التي تتوافق مع رؤية المملكة لمعالجة السلوكيات المؤدية للجريمة في المجتمع. رؤية المملكة 2030 يعني حددت أهداف للمستويات التي يعني يجب العمل على تحقيقها لخفض الجريمة، وبكل تأكيد انه البحث العلمي هو يعني اهم الاسس لتحقيق مثل هذه الاهداف. المركز يسعى في تطوير القائم للمركز، يسعى الى تحقيق العديد من الاهداف التي ستساهم ان شاء الله في تحقيق الرؤية. على سبيل المثال اهتمام المركز بالدراسة العلمية لطبيعة الجريمة، حجمها، أسبابها، تداعياتها، وأيضا تطوير السياسات والبرامج التطبيقية لمعالجة السلوكيات المؤدية إليها بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، يعني مثل وزارة التعليم وغيرها ممن يمكن أن يساهم في يعني معالجة السلوكيات السلبية أو الأخطاء الشائعة المؤدية إلى الجريمة. وأيضا يعني من الأهداف التي تسعى وزارة الداخلية لتحقيقها أن يكون المركز قادر على التعريف بالسلوكيات والأخطاء الشائعة لتفعيل مشاركة المجتمع في المعالجة. كل ما مكنت المجتمع الحقيقة من معرفة السلوكيات أو الأخطاء التربوية أو خلافها التي يعني قد تكون يعني خلف الكثير من الجرائم، كل ما أمكن أن يساهم المجتمع في مناقشتها وفي أيضا اتخاذ التدابير الوقائية على مستوى الأسرة وعلى مستوى المنزل. المركز أيضا يهدف إلى الحقيقة أو التطوير يهدف إلى تمكين المركز أو رفع قدراته لإجراء الدراسات الخاصة بالظواهر السلوكية السلبية الناشئة. تعرف الآن مع يعني انفتاح العالم على بعض البعض وما يتم طبعا من ما هو معروف طبعا عن المجتمع السعودي وكثرة متابعته الحقيقة لشبكات واستخدامه لشبكات التواصل الاجتماعي، هناك الكثير من الظواهر السلبية السلوكية السلبية الناشئة التي تبرز يعني بين الحين والآخر، وبالتالي سيكون من مسؤوليات المركز أنه يقترح السياسات والحلول العملية للتعامل معها قبل تفاقمها. أوصى إمام وخطيب المسجد الحرم بمكة المكرمة فضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه. أبان فضيلته في خطبة الجمعة أن من عظم الله تعالى وقف عند حدوده ولم يتجرأ على مخالفته، مبينا في الوقت ذاته أن الله تعالى خص مكة المكرمة من بين سائر البلاد. أمة الإسلام، لقد خص الله تعالى مكة من بين سائر البلاد، فحرمها يوم خلق الأرض والسماوات، وأضافها سبحانه إليه تعظيماً لشأنها وإجلالاً لمكانتها،
وتوعد من نوى الإخلال بأمن حرمه وهم بالمعصية فيه أن يذيقه العذاب الأليم، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن تلبس بجرمه؟ فكيف بمن تلبس بجرمه؟ فإن أمره أعظم ووعيده أشد، وهو والعياذ بالله من أبغض الناس إلى الله تعالى. وأشار الشيخ المعقلي أن من مقاصد الحج الكبرى إقامة ذكر الله عز وجل، وأعظم الناس أجرا أكثرهم فيها لله ذكرا، وليس مجالا للشعارات الطائفية والتحزبات السياسية. وإن من تعظيم هذه الشعيرة العظيمة استشعار هيبة المشاعر بتوحيد الله وطاعته، والتحلي بالرفق واللين والسكينة، والتزام التعليمات والأنظمة، والبعد عن الفسوق والجدال والخصام، فلا مجال في هذه المشاعر المقدسة، نعم لا مجال في هذه المشاعر المقدسة للشعارات الطائفية أو السياسية، وإنما جعلت هذه الشعائر للإكثار من ذكر الله تعالى واستغفاره ودعائه. بينما شهد المسجد النبوي الشريف اليوم الجمعة منذ الصباح الباكر توافد حجاج بيت الله الحرام قاصدي المسجد النبوي الشريف لأداء صلاة الجمعة والتشرف بالسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما، وامتلأت ساحة المسجد النبوي الشريف بالمصلين من حجاج ومواطنين ومقيمين وسط منظومة من الخدمات التي توفرها جميع الأجهزة الحكومية والأهلية بالمنطقة بمتابعة وإشراف مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمدينة المنورة وسمو نائبه لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن وتسهيل كل ما يمكنهم من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وراحة واطمئنان. بينما بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر الموانئ الجوية والبرية والبحرية منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 662 ألف حاج بزيادة بلغت 6% تقريبا عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي. أوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 647 ألف حاج، وعبر البحر 6995 حاج، وعن طريق البر 7969 حاجا. هذا ويتواصل استقبال منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران للأشقاء من الحجاج اليمنيين وسط تسخير لجميع الإمكانات والخدمات تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترض الأشقاء من حجاج اليمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة. للمزيد ينضم إلينا من منفذ الوديعة الحدودية الزميل عبد الإله دليم. مساء الخير عبد الإله، تطلعنا عن المستجدات لديكم في المنفذ. مساء الخير زميل عبد العزيز، أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. نعم أنا من هنا من منفذ الوديعة، هذا المنفذ الذي يقع بين السعودية بين الحدود السعودية وبين الحدود اليمنية. هنا تسخر الجهات الحكومية كافة جهودها لاستقبال ضيوف الرحمن من الطرف اليمني أو من الأشقاء اليمنيين من مختلف مناطق اليمن ومن مختلف مديرياتها. للحديث أكثر عن جهود الجوازات وتسخير أهم الوسائل وأسهلها لعبور حجاج بيت الله الحرام من منفذ الوديعة، معي في هذه اللحظات بطيب انذعار القحطاني وهو الضابط المناوب للجوازات في منفذ الوديعة. أهلا وسهلا بك سعادة الرائد. دعنا نتحدث عن أهم الوسائل التي يقدمها رجال الجوازات في منفذ الوديعة. اللهم لك الحمد، منذ قدوم الحجاج إلى منفذ الوديعة بدءا بسهولة الوصول إلى صالة الحجاج، والتي ولله الحمد كانت هذا العام جديدة ومهيئة بكل وسائل الراحة من ناحية التكييف أو الجلوس في البداية للحجاج، يليها إنهاء إجراءات الحجاج والتي تتم
بكل سرعة ودقة نتيجة لوجود الأجهزة الحديثة والاتصال السريع. ولله الحمد لاحظنا ذلك من ابتسامات الحجاج، دعواتهم لنا، ورضاهم الواضح في إنهاء إجراءاتهم بكل سهولة وسرعة. من كلامك لدي سؤالين. أهم الأجهزة التقنية التي وفرتموها في هذه المرة لحجاج اليمن، وأيضا كيف تم التنسيق بينكم وبين الطرف اليمني؟ بالنسبة للأجهزة، تميزت الحمد لله رب العالمين صالة الحجاج هذا العام بأجهزة حديثة ومطورة ومهيئة، لأن يتم إنهاء إجراءات الحاج بأسرع وقت ممكن، تقريبا لا يقل عن نصف دقيقة للحاج إذا لم يكن هناك أي ملاحظة عليه. بالنسبة للتنسيق مع الجانب اليمني فذلك عن طريق أعداد الحجاج، في حالة عدم وجود ازدحام كثير يتم استدعاء العديد من الرحلات وإنهاءها ولله الحمد بكل سهولة ويسر. كيف قرأتم مشاعر الإخوة من الجمهورية اليمنية عند قدومهم لهذا المنفذ؟ اللهم لك الحمد، كما قلت سابقا ابتسامتهم ودعواتهم والتي نسعى جميعا في المملكة العربية السعودية لأن نصل إليها وأن نكسبها اتضح سرورهم وارتياحهم في سرعة إنهاء إجراءاتهم. بطيب انذعار القحطاني الضابط المناوب في جوازات منفذ الوديعة، شكرا جزيلا لك. شكرا، الله يعطيكم العافية ويحييكم إن شاء الله. إذا كما تابعتم مشاهدي الكرام كان معنا سعادة الرائد بطيب انذعار القحطاني والذي حدثنا بشكل مفصل عن أهم الإجراءات وأسهلها إلى درجة النصف دقيقة في خدمة الحاج اليمني وعبوره من منفذ الوديعة دخولا لحدود المملكة العربية السعودية كضيف من ضيوف الرحمن. نعم، من منفذ الوديعة الحدودي بمنطقة نجران كان معنا الزميل عبد الإله دليم. شكرا لك عبد الإله وشكرا لضيفك الكريم. بعد 3 أيام من التنافس بين آلاف المتسابقين تنتظر الفرق المشاركة في هاكاثون الحج إعلان أسماء الفرق الفائزة، حيث اختارت لجنة التحكيم في وقت سابق اليوم عددا من الفرق بعد منافسة محمومة لابتكار برمجيات من شأنها خدمة ضيوف الرحمن. هاكاثون الحج، والمشتق اسمه من هاك ماراثون، سباق مبرمجين اجتمعوا من 100 دولة ليشكلوا تجمعاً لأكبر عدد من المبرمجين تحت سقف واحد برعاية وتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، والذي يعمل تحت مظلة الديوان الملكي، وب 2967 مبرمجاً يكسر هذا السباق الرقم القياسي لموسوعة جينيس والذي كانت تحتفظ به الهند سابقاً ب 2500 مبرمج. احنا مشروعنا اسم أبليكيشننا كالبنيان، هذا الأبليكيشن اخترناه لأنه يدل على متطوعين المساعدين للحجاج. يعكف المطورون والبرمجيون الذين قدموا على تطوير مشاريع رقمية وبرامج تقنية من شأنها صنع تجربة جديدة ومختلفة لحجاج بيت الله الحرام في كل عام، عبر تطوير تقنيات تستهدف مواضيع عدة، منها تطوير إدارة الحشود البشرية وإدارة التعاملات المالية الرقمية للحجاج وتدوير النفايات وتنظيم الخدمات اللوجستية. السمارت بايمنت عشان نسهل للحاج أنه يتنقل ويشتري جوة البلد وجوة المشاعر بدون ريسك أنه والله معاه عملة من بلده يبغى يحولها وممكن يدخل في بلاك ماركت، وكمان ما نبغى يكون معاه بطايق يوصل البلد وما تشتغل ويتورط. من 12:00 ظهر اليوم بدأ تسليم مشاريع الفرق المتنافسة ليعلن عند 6:00 مساء الفائزين بجوائز 1,000,000 ريال، لتبدأ معها رحلة أخرى من إخراج وتنفيذ هذه المشاريع للعمل بها بأقصى سرعة نحو صناعة موسم حج احترافية ومتقدمة هي الوحيدة في العالم. لقناة السعودية وليد العاصمي، جدة. حول هذا الموضوع يسرنا أن نستقبل من جدة أو يكون معنا الزميلة آية سحرتي. آية، قبل اختتام هذه الأجواء أو كيف ترين هذه الأجواء قبل اختتام الهاكاثون الأضخم على مستوى العالم؟ صحيح،
صحيح، مساء الخير. اليوم مثل ما ذكرت هو اليوم الأخير لهذا الهاكاثون اللي استمر على مدى اليومين الماضيين بمشاركة أكثر من 2950 مشترك من جميع الجنسيات. اليوم مليء بالإثارة والفعاليات رائعة للمشاركين. ففي تمام الساعة 12 ظهرا تم تسليم المشاريع وتقليص العدد، عدد المشاريع من 700 مشروع إلى 90 مشروع، وسيتم بعد قليل تشكيل لجنة لاختيار أفضل المشاريع. بالطبع اليوم سيكون مليء بالمشاركات وبحضور الرؤساء من مجلس من الأمن السيبراني للبرمجة والدرونز، معالي المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للبرمجة والدرونز الأستاذ سعود القحطاني، وأيضا الرئيس التنفيذي للاتحاد الأستاذ نوف الركاني. سيكون معنا عدد من المشاركين اليوم حيكون أكثر ويكلمون عن مشاريعهم اللي وصلوا فيها لهذه المرحلة. أكيد يسعدنا تكون معنا الأستاذة والأخت ريم والأستاذ غمداني. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيكي. أهلا وسهلا. طبعا هذه المرحلة مهمة جدا أنكم يتم اختياركم من مجموعة كبيرة من المشاركين، أكيد فخر بهذه المرحلة. بداية أسألكم عن مستوى المشاركين اللي لاحظتوه في الأيام السابقة. صراحة تفاجأنا بمستوى ومشاركين بمستوى جدا مبهر. عندنا روح التنافس، لأنه كل ما شفتي إنسان more experience أنت بتحط كل مجهودك، ففعلا كان جدا مبهر وتنظيم جدا رائع. جميل، عدد كبير من الفتيات مشاركين اليوم بمشاريع جدا رائعة. هل مستوى الرائع للفتيات رأيك فيه؟ رأيي فيه تفاجأت صراحة بمستوى الفتيات السعوديات المهتمات في مجال التقنية ومجال المعلومات والأمن السيبراني، وإن شاء الله يوفق الجميع. والحلو إنه في تنوع من الديزاين، من البرمجة، من المهتمين بالأناليسس، ففي كادر متنوع، وإن شاء الله حتى لو أتوقع إنه ما حالف الحظ هنا، إن شاء الله بنشوف هذه تتطبق على أرض الواقع في أرجاء المملكة وبما يتناسب مع رؤية 2030. هاكاثون الحج الأكبر على مستوى العالم، أكيد دخول لموسوعة جينيس يعني إنجاز عظيم. حدثنا أكثر عن مشروعكم اللي قدرتوا توصلوا فيه لهذه المرحلة. بصراحة احنا فخورين ان احنا شاركنا في هذا المجال، وهاكاثون على مستوى العالم العديد من الخبرات يعني احتكينا فيها، شفنا أشياء مرة كانت رهيبة، اكتسبنا أشياء أيضا احنا من كانوا المشاركين الموجودين، قدرنا نعمل خليط ان احنا كفريق معين وندمج هذه الخبرات بحيث ان احنا نجي هنا وننافس ان شاء الله. انتوا طبعا تشكلتوا فريقكم هنا، كل واحد جاء فردي للمشاركة في الهاكاثون. فكرة تجميع الفرق من جميع الدول العربية، يعني حضرتك من اليمن وانت من السعودية، هل تجانس الجميل ايش فاد لكم من خبرات؟ بصراحة زي ما قلت لك، انا بصراحة هنا كل واحد يملك اكسبيرينس معينة في فيلد معين، احنا وجودنا كان مع بعض كل واحد كان غطى الثاني، يعني لو كنا اثنين زي بعض ما كان يكون فريق يعني مضبوط، لكن تعدد الخبرات وكل واحد بفيلد مختلف قدرنا نعمل تحويشة زي ما نقول كاملة ونطلع ببروجكت يعني ممتاز. خليني اسألك ختاما، ان شاء الله تتوقعوا تفوزوا بهذه الجوائز اليوم؟ بإذن الله، وزي ما قلنا احنا سمينا نفسنا الحاج فالكونز، احنا جايين نفوز ما احنا جايين نشارك، يعني كان هذا كل التوفيق. شكرا لكم على وجودكم معنا. اذا مشاهدينا هذه بعض مشاركات في هذا الهاكاثون، ما زال هناك الكثير لإتمامه في هذا اليوم. نتمنى النجاح والتوفيق للجميع وعودة مرة ثانية للاستوديو. شكرا من مقر هاكاثون الحج آية سحرتي، شكرا لك وشكرا لضيوفك الكرام. يوم توعوي عن الحج نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة، حيث تشمل الفعالية العديد من الإرشادات الصحية للأمراض المزمنة للحج. المزيد في التقرير التالي. عند قدوم الحاج فعليه أن يتقيد بعدد من الإرشادات الصحية العامة التي تساعده في الوقاية من الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية، وهو شعار مستشفى الملك فيصل التخصصي حج بالصحة. اليوم بحكم يوم التوعية للحجاج وأهاليهم، الصيدلية مساهمة إنها تدور الحجاج وأهاليهم وإيش الاحتياطات اللي يحتاجوا يعرفوها من ناحية الأدوية أو الرعاية بصفة عامة. فبنحاول ننبه الحجاج عن التطعيمات اللي يحتاجوا يكونوا متحضرين لها قبل الحج، ضروري جدا إنهم يكونوا مستعدين بتطعيمات، لأنه خلال فترة الحج مع الازدحام بترتفع نسبة العدوى بين الحجاج. اليوم بنتكلم عن الحج وبيتشارك معانا معظم
الأجسام في المستشفى، لأنه بنتكلم عن التثقيف الصحي، بنتكلم عن العدوات لما بتنتقل، كيف المرضى أو كيف الموظفين اللي بيحجوا كيف يتعاملوا مع المواقف هذه إذا في أي مشاكل عدوى أو في أي مشاكل في الأكل. اتباع النظام الغذائي الموصوف لك والبعد عن جميع العادات الغذائية السيئة التي من شأنها أن تزيد الحالة سوءا، كفانا الله وإياكم شر الأمراض. لقناة السعودية منال أبو الشامات، جدة. نشرتنا مستمرة وتتابعنا فيها بعد قليل. المبعوث الأممي يشدد على ضرورة ردع ميليشيا الانقلاب. أهلا بكم من جديد. التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بقصر إجة مساء أمس المهندس فهد اليحيى بمناسبة تعيينه مديرا عاما لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة. ورحب سمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز خلال اللقاء بالمهندس اليحيى متمنيا له التوفيق. التقى معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بنتن أمس سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة غلام موشي، وجرى خلال اللقاء تناول العلاقات الودية بين البلدين والموضوعات المتعلقة بشؤون حجاج بنغلاديش لهذا العام. سلم فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 100 طن من التمور هدية المملكة لأرخبيل الزنجبار في جمهورية تنزانيا. وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لنشر الخير والتعاون معها ولتصل الأسر الأكثر احتياجا في مناطق مختلفة من العالم. سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم وحدة الأورام السرطانية بمحافظة شبوة تجهيزات فنية متعددة لمختبر طبي متكامل وكابينة تحضير للعلاج الكيماوي. أوضح مدير عام وحدة الأورام السرطانية بالمحافظة الدكتور صالح المصوع أنه وبوصول هذه التجهيزات الفنية المقدمة من المركز فإن وحدة الأورام ستتمكن من القيام بكامل الفحوصات الروتينية المجانية لمرضى الأورام، وهو ما سيخفف الكثير من الأعباء التي يتحملونها حاليا في هذا السبيل، منوها كذلك إلى أهمية الدور الذي ستقوم به كابينة تحضير العلاج الكيماوي التي تتميز بضمان سلامة العاملين عليها من خطورة المواد الكيماوية عند تحضيرها. أكد المبعوث الخاص للأمين العام مارتن غريفيث على ضرورة وقف الميليشيات الحوثية هجماتها على الملاحة الدولية ونزع فتيل التوتر داعيا جميع الأطراف إلى استئناف مفاوضات سلام بجنيف في 6 سبتمبر القادم. قال غريفيث خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في الجلسة المفتوحة التي عقدت أمس إن اجتماع جنيف حول اليمن سيكون فرصة لبحث إطار للمفاوضات وإجراءات بناء الثقة للدفع بعملية السلام قدما. وعلى الصعيد الميداني قتل ما لا يقل عن 25 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في معارك عنيفة مع الجيش الوطني اليمني بمديرية المصلوب غرب محافظة الجوف أثناء تقدم قوات الجيش لمواقع جديدة. وكان الجيش اليمني قد حرر بدعم من تحالف دعم الشرعية في يوليو الماضي سلاسل جبلية استراتيجية ضمن عملية عسكرية واسعة أطلقها نحو مركز مديرية برط في الجوف. وفي الحديدة تواصلت المواجهات بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي الإيرانية في أطراف مركز مديرية الدريهمي وسط غارة شنتها مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، وشهدت أجزاء متفرقة بمديرية تحيتها باشتباكات متفرقة، فيما قصفت مدفعية التحالف مواقع للحوثيين في المنطقة خلال الساعات الأولى فجر اليوم. وهذا تذكير بأبرز عناوين النشرة. وصول أكثر من 662 ألف حاج عبر مواني المملكة. تنافس محموم بين المطورين قبل اختتام هاكاثون الحج. مقتل 25 عنصرا من الانقلابيين في معارك عنيفة غرب الجوف.
انتهت هذه النشرة، شكرا للمتابعة.